اليوم في تطورات جديدة وتساؤلات حول الطفلة السورية جوا اسطنبولي اللي ما غاب اسمها عن الأذهان وبصراحة هز مقتلها وجدان الجميع. التطورات بتخص معلومات بيتداولوها الناشطين ومواقع متعددة عن وفاة قاتلها مدين الأحمد داخل مستشفى ابن النفيس في دمشق بعد ما تم نقله لها بعد اعتقاله من وزارة الداخلية وتوفي أثناء عملية جراحية بيعملوا له هي في ابن النفيس. ومصدر الخبر كان إذاعة سورية قالت إنه من مصادر مطلعة، والناس صارت تتساءل كيف وليش وإيش التوقيت هذا اللي تم الإعلان فيه عن وفاته، وإذا هو في حمص كيف وصل دمشق، ومعقولة بعد ساعات من وصوله للمستشفى مات فورا يعني. واللي زاد من شكوك الناس إنه ما في أي جهة رسمية أكدت أو نفت صحة هذه المعلومة، يعني الصمت مو طبيعي من الجهات الرسمية إن كان وزارة الداخلية أو حتى الجهة الصحية المعنية بالموضوع. طبعا للتذكير مشاهدين، الطفلة جوا اسطنبولي فقدوها أهلها في 8 أغسطس وهي بتلعب أمام بيتهم، بعد أيام من البحث عنها تم الإعلان عن جثتها اللي لقوها ضمن مكب للنفايات في محافظة أو في سوريا أو في حمص في سوريا. وبعد أيام تم إعلان القبض على قاتلها مدين الأحمد، وقالوا إنه معروف عنه تعنيف الأطفال وأسرته، وطلع القاتل واعترف أمام وسائل الإعلام إنه قتلها بعد ما اغتصبها وخنقها ورماها في النفايات. والجميع سمع الاعترافات اللي كانت قاسية جدا، ونحن حتى ما قدرنا نعرضها كاملا لقساوتها، وحتى التلفزيون السوري والداخلية السورية اعتذروا عن بثهم للاعترافات كاملة. وخليني أضيف أنه اعترافاته ما بردت نار الناس، لا بالعكس زادت الشكوك بسبب تناقضها مع تقرير الطب الشرعي، وهذا الشيء قيل أنه خلى رئيس الطب الشرعي وقتها يعلن عن استقالته بسبب الأخطاء في التقرير اللي وقتها ما جاب سيرة اغتصاب أو خنق. عموما في ناس ما اكتفت بس بالتعليق على خبر وفاته أو عدمها، بل راحت أبعد من كده وبدأت تنشر سيناريوهات عن أنه هو مو القاتل أصلا، وأنه القصة كلها على بعضها فيها إنه